تجميد تأمين الأفراد عند السفر جراء غلق المطارات لتفادي تفشي فيروس كورونا ووقف استيراد السيارات ساهم بشكل كبير في تراجع رقم أعمال شركة التأمين وإعادة التأمين ليصل حوالي 5 إلى 6 مليار دينار جزائري حسب التقديرات الأولية. رقم الأعمال يعني في سنة 2020 يعني الانخفاض يكون ممكن بين 5 و 6 مليار دينار، ممكن يعني ما زال ما عندناش يعني الأرقام النهائية، ولكن ما تفوج يعني شيف دافير يعني ما نقصش بزاف، قص تقريبا بين 4 أو 5%، ولكن هذا نتكلم سي دي بريفيزيون دو كلوتور انا با اونكور لي شيفر يعني كاملين. عدم تسديد الزبائن للديون المتراكمه عليهم زاد من متاعب شركات التامين التي وجدت نفسها عاجزه عن تعويض زبائنها لنقص المداخيل. التاثير الثاني هو زياده في ما سميوهاش ديون، هي المستحقات يعني تاع الزبائن وتاع المؤمنين، هذه زادت يعني وهذا راجع الى صعوبات شركات في شركه تامين، صعوبات يعني المؤمنين، صعوبات يعني الاقتصاديه للشركات اللي راهي مامنه، حتى الافراد اللي عندهم ممتلكات الى اخره، عندهم يعني صعوبات باش يسدوا يعني مستحقاتهم. هذا وستجتمع شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية خلال هذا الشهر تحت غطاء الاتحاد العام لشركات التأمين وإعادة التأمين لبحث الوضع المالي للشركات الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا.